إذن النص بعنوان إيمان في زمن الكفر. أألوم فيك الغياب أم أبقي فيك على همس يتفقدني آخر المساء؟ أنتظر زمان وصل بالأندلس أم آتيك فاتحا لهذا البقاء؟ أغتراب هذا بين راحتيك أم هذيان للآلاء؟ يهتدي الشارد زمن الضأم بأنهار سقت الجفون وقطاف والشحن بالبساتين سحر المساء، وخدود من الورد يجرحني نورسها، وأمواج من اللحد يغرقني لجها، فأخشى حياتي وأخشى نجاتي. إيمان اسمك العربي المؤنت كناية التصديق، واشم الروح بين شغاف الجوى، وحلم من شبق الصحو يغزل منه زغب فراشة زرقاء قميص العرس، ويرتب منه ليعسوه موال الوصل بزمان الأندلس. شكرا. أختم بقصيدة قصيرة، رسالة الخريف. لعيني ارتباك بطيء يغرق كل ليلة في أحداقك، يضرب كل ليلة لنبضك، أسميه مجازا وردا مسافرا. لسمعي أنشودة تكلى تحضن كل حين قيطارتك، تشتهي كل حين وترك، أغنيها نكاية رجعا شجيا. لقلبي وصل مؤجل يسافر إلى مدن ضائعة، يراهن على طيف بعيد أحيله قربا موال الوصل بالأندلس. شكراً.